الطور البيني في دورة تضاعف الخلية يجدد جسمنا خلاياه لتعويض التالف منها، وعملية التجديد هذه، أو ما يطلق عليه دورة الخلية، تشمل مرحلتين أساسيتين هما الطور البيني والانقسام الميوزي أو الميتوزي. يشمل الطور البيني لدورة الخلية المراحل G1 و G في المرحلة جي 1 والتي تسمى مرحلة النمو الأولى تنمو الخلية وتمارس نشاطها ويتم تكوين البروتين أما في المرحلة S فيتم فيها تضاعف الـ DNA. وأخيرا تأتي مرحلة G2 أو مرحلة النمو الثانية يتم فيها تضاعف العضيات وتجهيز المواد اللازمة لانقسام الخلية لتدخل الخلية في مرحلة الانقسام. تركيب الـ إن داخل الخلية: يتواجد الـ إن داخل نواة الخلية في صورة كروموسومات. الكروموسومات هي دي إن ملتف حول تكوين من البروتين يسمى الهيستون. يكون الـ إن إيه بالتفافه تكويناً يسمى النيوكلوسوم. كل مجموعة من النيوكلوسومات تسمى كروماتين. ولكي تتضاعف الخليه يتكثف التكوين المسمى الكروماتين في صوره كروموسوم ثم تتضاعف الكروموسومات ثم تنقسم الخليه متبعه المراحل التي سبق ذكرها في جسم الكائن الحي